خليني كمان اروح مع حضراتكم للصحف الاوروبيه النهارده اللي كانت يعني بتشيد جدا بكابتن محمد النني، طبعا نجم نادي ارسنال بعد ادائه المميز طبعا اللي ظهر بيه قدام مانشستر يونايتد امبارح، واللي انتهى طبعا بفوز الجانرز بهدف نظيف احرزه اوباميانج، وده طبعا كان من ركله جزاء. طبعا محمد النني لعب ضد مانشستر يونايتد 90 دقيقه كامله هو وتوماس بارتي، وقدموا اداء قوي جدا وفرضوا سيطره ارسنال في اغلب احداث المباراه. وبعد المباراه انهالت بقى التعليقات الايجابيه على النني، وارتيتا مدرب الفريق قال ان النني الحقيقه بينقل شيء ايجابي جدا وبيخلق جو ايجابي جدا في الفريق، وان هو طبعا بحاجه للطاقه دي. هو يمكن بقى عندنا اتنين مو، لانه صفحه ارسنال امبارح اطلقت على النني لقب مو الجديد، او يعني بما انه محمد بتتعرف هناك باسم مو او بيختصروها بكلمه مو او بلفظ مو يعني، فاحنا بقى عندنا مو صلاح ومو النني، وكل التوفيق للنني اللي بعتقد انه مع ارتيتا ظهر قماشه تانية خالص. في اوقات كتيره جدا بتحتاج للعين اللي تقدر تكتشف قدراتك وتقدر تكتشف نقاط القوه فيك وتطورها وتديك الثقه وتديك الاجواء اللي تقدر من خلالها تطلع اقصى ما عندك. وانا بيتهيألي ده تحديدا اللي عمل النقله النوعيه للنني السيزون ده بعد رجوعه لارسنال وتحت قياده طبعا المدير الفني أرتيتا.